بالنسبة للأخ الذي ابتلي بأسرة تعارض التزامه، لابد أن يصابرهم وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وعاقبة الأمر بإذن الله ستكون فاضلة. يعني يا ما في هناك إخوة يعني ذاقوا الويلات فصابروا، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا فضلاء يقدمون صورة فاضلة أخلاقية جميلة. إيه اللي حصل؟ قهروا غيرهم، وانقلب آباؤهم وأخوالهم وأولاد عمومتهم إلى مؤيدين لهم.